شبهاتهم التي عارضوا بها دعوة الشيخ قالوا إنه أتى بمذهب خامس. المذاهب مذاهب أهل السنة أربعة كما تعلمون: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي. هم قالوا إن ابن عبد الوهاب أتى بمذهب خامس خارج عن المذاهب الأربعة يسمونها المذهب الوهابي. والجواب عن هذا سهل، كل أنتم تعرفون إن الشيخ رحمه الله ما جاء بمذهب مستقل، وإنما هو في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه إذا ترجح عنده القول بالدليل أخذ به ولو لم يكن في مذهب الإمام أحمد، لأنه لا يتعصب للشخص وإنما يتعصب للحق، فهو حنبلي. ولكن إذا كان الدليل مع غير أحمد وفي غير مذهب أحمد فإنه يأخذ به، لأن الإمام أحمد رحمه الله يأمر بهذا، يأمر أن نتبع الدليل ولا نأخذ قوله ولا قول غيره. قال رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. منه سفيان؟ سفيان الثوري رحمه الله الإمام الجليل. يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون الدليل ويذهبون إلى رأي العالم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا قول الإمام أحمد. فالشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هو على مذهب الإمام أحمد، إمام أهل السنة، ولكنه لا يتعصب لمذهب أحمد، بل متى وجد الدليل مع غيره أخذ بالقول الذي عليه الدليل. وهذا موجود في فتاواه وفي رسائله، موجود ومعروف مدون. هذا في الفقه. أما في العقيدة فهو على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة، فهو لم ينفرد بمذهب، وإنما هو حنبلي سلفي، حنبلي في المذهب سلفي في العقيدة، لا يقول إلا بما قاله الأئمة من قبله، ولا يفتي إلا بما قام عليه الدليل واتضح عليه الدليل. وهذا منهج الأئمة رحمهم الله كلهم، ما جاء الإمام بمذهب مستقل. وأين هو المذهب المستقل كما زعموا؟ نعم، مذهب الإمام أبي حنيفة موجود ومدون، مذهب الإمام مالك موجود ومدون، مذهب الإمام الشافعي موجود ومدون، مذهب الإمام أحمد موجود ومدون. أين هو مذهب ابن عبد الوهاب؟ هل له مذهب مدون؟ أبدا، لأنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، من حيث القواعد ومن حيث لكن من حيث الدليل هو يتبع الدليل مع من كان، سواء كان مع مالك ولا مع أبي حنيفة ولا مع الشافعي ولا مع غيرهم أيضا، حتى لو كان مع سفيان الثوري أو مع ابن المبارك أو مع الأوزاعي أو مع غيرهم من الأئمة، ويتبع الدليل. هذا شأن العالم المحقق. فإذا بطل قولهم إن ابن عبد الوهاب جاء بمذهب جديد، وأن هناك المذهب الوهابي. نقول: كذبتم، ما فيه مذهب وهابي لا في الفروع ولا في العقيدة. إن كنتم صادقين أبرزوا لنا مذهب الإمام ابن عبد الوهاب، أبرزوه لنا إلى جانب المذاهب الأربعة حتى يكون مذهبا خامسا. فاتضح بذلك كذبهم والحمد لله. وهذه كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تصرح في أنه حنبلي، وأنه يتبع الدليل، وأنه على منهج السلف في الاعتقاد.
في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد كتب رسالة في هذا مختصرة دون فيها عقيدته، رسالة كتبها إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، وهي موجودة في مجموع الرسائل في الدرر السنية، وموجودة في مؤلفات الشيخ المطبوعة على انفراد. هذه الرسالة موجودة، تتكون يمكن من صفحتين فقط، لكنها ملخص لعقيدة الشيخ رحمه الله وما يدعو إليه.